تقرير عن مباراة امبارح كان فيها كابتن تامر مجدي وكابتن محمود جمعة واللاعبين، قالوا ايه عن مباراة امبارح وقالوا ايه عن دور الثمانية؟ شوف التقرير وترجعوا لنا مرة ثانية. الحمد لله طبعا على المباراة النهاردة، كانت متوسطة المستوى لضعف المنافس، بس احنا خدناها بجدية طبعا زي ما انت شايف السكور طلع ازاي، فده مؤشر تدي للفرق القوية كلها ان النادي الاهلي موجود وان شاء الله باذن الله محافظين على البطولة باذن الله، واحنا ابتدينا نخش خلاص مرحلة الجد وبتاع، فعشان كده النهاردة الفرقة كلها كل واحد نازل يحاول يأدي. الحمد لله كل الناس كانت موفقة، حاولنا نشرك عدد كبير من اللعيبة النهاردة، والحمد لله زي ما حضرتك شفتوا الناس شافت المباراة، الحمد لله طلعنا بسكور كويس زي دوت وقدرنا بنحافظ على المباراة من اول للاخر الحمد لله. في النادي الاهلي دايما في البطولات الافريقية او في الدوري او في الكاس بيلعب على بطولة، فاي فرقة بتلعب على بطولة لازم تنزل من الاول، من الاول خالص، من اول الاشواط، من اول المباراة، من اول البطولة ذات نفسها بننزل الحمد لله مركزين، عاملين سكاوتنج على الفرق التانية، مجهزين شغلنا، بننزل محافظين اللعيبة، الحمد لله بنقدر من خلال السكاوتنج ومن خلال تمرين الصبح والتمرين بالليل او المباريات بنقدر ندخل اللعيبه كلها في جو المباراه، والحمد لله ربنا بيوفقنا وبنقدر نشتغل كويس. يعني اشكرهم على حضور النهارده، بس مستنيينكم اكتر ان شاء الله، والادوار اللي جايه محتاجين جمهور النادي اكتر، جمهور النادي طبعا هو نمره واحد، فاكيد بوجه لهم رساله ثانيه وهفضل اوجه لهم رساله، احنا من غير جمهور النادي الاهلي يعني بيبقى الاداء زي ما حضرتك شايف، يعني بنبقى اللعيب واقف او مستني حد يحمسه او حاجه زي كده، انما جمهور الاهلي طبعا لا غنى عنه. يعني الاداء النهارده للفرقه طبعا اللي كنا بنلعبها دي فرقه متواضعه جدا، يعني نقدر نقول ان يعني مش عايزين طبعا نقول ان هي زي تمرينه، لا يعني، بس هو احنا بنجهز خطوه خطوه للماتشات اللي جايه ان شاء الله. بكره عندنا ماتش مع فرقتين مستور، خدت اول مجموعه سوري اساريا الليبي، خدت ثاني مجموعه الناحيه الثانيه، وبعدها السويحلي، فيعني خطوه خطوه بناخد الماتشات خطوه خطوه. ماتش النهارده تقدر تقول عليه بنجهز اللعيبه والناس كلها شاركت، فيعني خطوه للي جاي ان شاء الله. دور الثمانيه ان شاء الله بكره هنلعب فرقه اساريا الليبي، فرقة نقدر نقول عليها برضو فرقة متوسطة، يعني مش قادر اقول لك ان هو هيبقى برضو ماتش صعب، يعني ان شاء الله هيكون ماتش متوسط زي يعني، بس مش زي ماتش النهارده، هيبقى احسن ماتش النهارده شويه، هيكون فيه فولي. ماشيين خطوه خطوه زي ما قلت لحضرتك. البطوله زي ما انت شايف الفرق اللي فيها مستوى متوسط، احنا ما عندناش ماتش ضعيف ماتش قوي، احنا بنلعب بنفس مستوى ثابت من اول البطوله لحد اخرها، لان احنا متعودين دايما ان احنا ان شاء الله النادي الاهلي دايما متعود على المركز الاول لا بديل عن المركز الاول. طبعا الله يبارك في حضرتك، احنا اول خطوه خلصنا دور المجموعات، ان شاء الله بكره هنلعب دور الثمانيه اسيريا ليبيا، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ونخش ان شاء الله على الليبي السواحلي الليبي ان شاء الله في دور الاربعه، وان شاء الله بقى في النهايه بقى بين مصريين ان شاء الله احنا وسموحه باذن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله، يعني بصراحه احنا متمرنين كويس وعاملين معسكر في بولندا وعاملين كل الاحتياطات بتاعتنا، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونفوز بالبطوله، عشان احنا معودينكم على كده طول السنه ان شاء الله. طبعا هو طبعا احب اشكر الجمهور طبعا، وان شاء الله الجمهور هو اللي بيدينا دفع كتير وحافز ان شاء الله، وان شاء الله احنا نحاول على قد ما نقدر نكسب البطوله وما نكسبهمش ان شاء الله. اعتقد المباراه النهارده ما كانتش قوية قوي، لكن يعني دي عدد مباريات المجموعات ما تبقاش على المستوى قوي زي المباريات طبعا الأدوار الجاية. أعتقد من بكرة هيبقى المستوى اللي هيبقى أعلى بكتير، بداية من دور الثمانية، واللي هي الفرقة بقى اللي هي تحت يعني تحت الأضواء اللي هي ممكن تنافس على البطولة، فأعتقد إن شاء الله من أول بكرة هيبقى المستوى أحسن من كده، وإحنا إن شاء الله جاهزين وربنا يسهل إن شاء الله نقدر نحقق البطولة إن شاء الله. هم كانوا معانا النهاردة، وإحنا فعلا كلاعيبة بنبقى فرحانين جدا هم معانا، يعني بيدوا طعم تاني للرياضة بوجه عام، دي حاجة يعني الجمهور هو روح الرياضة، واحنا فعلا لما بنشوفهم بنبقى فرحانين، ويبقى ده بيدينا دعم، وان احنا بنبقى عايزين نفرحهم قبل اي شيء، اكيد عايزين نفرح جمهور الاهلي كله، لكن الناس اللي بتجي لك في الصاله وبتساعدك وبتحمسك اكيد بتبقى نفسك جدا تفرحهم وتروحهم مبسوطين. فاحنا بنقول لهم ان شاء الله الادوار الجايه مهمه وصعبه، وعايزين انكم تبقوا معانا في كل الماتشات الجايه ان شاء الله، وزي ما تعودنا احنا عايزين الصاله كلها تبقى مقفوله، يعني زي ما تعودنا من جمهور الاهلي، وان شاء الله خير ان شاء الله نكسب ان شاء الله. النهارده طبعا كان اضعف ماتش في المجموعه، فكانت فرقه في المتناول خالص، بس برده مهما كان اي ماتش لازم تنزل تبذل مجهود، والحمد لله
قدرنا نخلصه بسهوله، ما نبذلش مجهود جامد عشان طبعا في ماتشين ورا بعض ان شاء الله، وعايزين نعديهم على خير باذن الله. احنا كنا في المجموعه مهما كان لو قدر خسرت ما فيش مشكله، لكن بكره ما فيش طبعا، اللي هيخسر هيخرج. فمهما كان بكره نلعب اسيريا، فرقه من ليبيا محترمه برده. طبعا الماتشات دي بقى ما فيهاش تاريخ خالص، لازم من اول نبتدي ان شاء الله بقوه. بس انا شايف الحمد لله الفرقه كلها في جاهزيه كويسه، الناس كلها شاركت ومستوى كويس، وان شاء الله هنكمل على خير باذن الله. وطبعا اول حاجه يعني النهارده احنا كنا زي ما هم مشجعين، احنا كنا مشجعين لماتش الكوره. فعاوز اقول لك النهارده نازلين الماتش بجد، يعني ما كانش في نفسي قوي مع اللي حصل، بس يعني ان شاء الله فتره وهتعدي. واحنا طبعا مستنيينهم يملوا لنا الصاله ان شاء الله الدور اللي جايه ما فيهاش تهريج، فنفسنا الصاله كلها تتملي او يعني اقل نصها يتملي، لان حضوره ما يفرق جدا، محتاجينه جدا. الادوار اللي جايه مش سهله، الادوار اللي جايه يعني ان شاء الله بكره ممكن ماتش متناول شويه مع اسيريا، في الغالب السيمي فاينال يبقى مع سويحلي، ممكن الفاينال ربنا يكرمنا مع سموحه، ماتش سموحه هيبقى مش سهل خالص، فمحتاجين دعم الجمهور واحنا في صالتنا.